وللتعرف أكثر على تفاصيل المشروع معنا عبر الهاتف نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الدكتور زكريا أحمد الخاجة. دكتور زكريا، بعد التحية نود لو نتعرف أكثر على تفاصيل المشروع وأهدافه. مسيك بالخير وعلى الأخوة والأخوات المشاهدين. سلمكم الله. يعني مثل ما تفضلت، قرار مجلس الوزراء يأتي استمرار للنهج الحكومة الموقرة في تطوير العمل الحكومي اللي طبعا يرعاه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر، وهذا طبعا يهدف إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة في التعامل مع الجمهور، ومن ثم يعطي نوع من البدائل والخيارات الإلكترونية لعملية دفع الرسوم الحكومية في حال طبعا تواجد المراجعين مباشرة أمام المكاتب الأمامية. فهذا يعطي ويضمن السهولة والسرعة في إنجاز المعاملات الحكومية والأريحية كذلك عند المقيمين المواطنين في حالة تواصلهم مع الجهات أو المكاتب الأمامية لإنجاز أي معاملة حكومية. نعم دكتور زكريا، ما هي أبرز الخدمات الحالية التي أصبح دفع رسومها إلزامياً بالطريقة الإلكترونية؟ يعني في الحقيقة طبعاً هذا المشروع يأتي مكمل لبرنامج الحكومة في التحول الإلكتروني الشامل، ولدينا مجموعة كبيرة طبعاً من الخدمات الحكومية اللي نقدمها عن طريق مختلف القنوات الإلكترونية، تقدم بطريقة إلكترونية أو تقتصر على على إنجازها عن طريق أو دفع الرسوم الحكومية بالوسائل الإلكترونية. مجموعة طبعا كبيرة ممكن نلخصها في طبعا أهمها طبعا رسوم المحاكم والخدمات العدلية والجهاز الوطني للإيرادات، رسوم الجمارك، تجديد واستلام الوثائق الحكومية والسجلات التجارية وغيرها. طبعا الكثير من الخدمات الحكومية توفرها هيئة المعلومات الحكومية الإلكترونية وتضمن فيها خيارات الدفع الإلكتروني عبر القنوات الإلكترونية المختلفة. احنا طبعا في هيئة المعلومات الحكومية الإلكترونية مستمرين بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية في تطوير المزيد من الخدمات الحكومية، ومن ثم توفير بدائل إلكترونية للمراجعين في حال وصولهم للمكاتب الأمامية، حتى إذا ما يملكون أي بطاقات بنكية كبطاقة الصراف الآلي أو بطاقة الائتمان، ومن ثم وفرنا لهم أو في هالمرحلة نوفر لهم بدائل إلكترونية سهلة وبسيطة من خلال إمكانهم إنجاز معاملاتهم الحكومية بكل سهولة وأريحية من غير تحمل عناء المبالغ النقدية أو التداول النقدي. نعم دكتور زكريا، مشروع وطني بهذا الحجم لابد من وجود محاور عدة له، ما هي أبرز محاور هذا المشروع؟ يا أخي الكريم، بالفعل هذا المشروع مشروع طموح جدا، وتنفيذه يحتاج تكامل وارتباط بين الأنظمة الحكومية وتنسيق بين المؤسسات والوزارات، ويؤكد أمانة على نهج حكومة مملكة البحرين في مواكبة المستجدات في مجال التحول الإلكتروني الشامل. المحاور باختصار هو في البداية والمرحلة الحالية نقوم فيها مع بعض الجهات الحكومية هو توفير بدائل إلكترونية لدفع الرسوم الحكومية للمكاتب الأمامية من خلال أجهزة الدفع الذاتية والمحافظة الإلكترونية والبدائل السهلة على المواطن. نأتي حق المحور اللي بعده، وطبعا ننتقل حق مرحلة شوية مطورة أكثر، توفير الفواتير الإلكترونية ومن خلال توحيد عمليات التحصيل الإلكتروني بين طبعا المواطن ولكان بين المقيم في حال تعامله مباشرة مع الجهات الحكومية. هذا طبعا كله وصولا إلى التحول الإلكتروني الشامل بإعادة هندسة الخدمات الحكومية وتبسيطها وربطها بمنصة المدفوعات الإلكترونية، ومن ثم يكون عندنا منظومة أو منصة كاملة من الخدمات الحكومية تقدم بشكل سهل وبسيط للمواطن، ومن ثم نضمن ثقة المواطن في التعامل الإلكتروني. نعم الدكتور زكريا أحمد الخاجة، نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الأخبار، شكرا جزيلا لك.